السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعامل مع طريقة أخرى للعمل بدون رأس مال. سندخل على محرك البحث ddlsearch.free.fr. سنعمل send blaster، وهنا ميديا تذهب تعمل M، هنا تبحث عن الميديا فايل، يأتيك هكذا. سأفتح بعض المواقع لأرى. نريد أي برنامج، يعني سأريكم فقط ماذا سنفعل. نذهب هنا، نبحث، اوكي، لابد ان اوقف الادلوك. اوقف، انتهى هذا. ادخل على اخر، ابحث حتى تجده. انا ابحث معكم على المباشر، يعني لم اوقف الفيديو. اوكي، نعم، سنبحث داونلود سيم بلاستر. اوكي، سأوقف الفيديو لأجده وأعود لكم. هنا في إديسون نريد فيرجن كراكت فيرجن. سأوقف الفيديو وأعود لكم لكي لا أود. قد وجدت في هذا الموقع، هو هنا، يعني ستدخل وتجد هذا اللينك، تعمل كليك ويدخل هنا. هذا موقع فيتنامي أظن، يعني ميل تام تام تام. هذا برنامج لإرسال إيميلات بكثرة. سننتظر. قلت له شو فولدر. عندما ينتهي سنرى هل حمل البرنامج بالفعل ام فيروس ام ماذا. سأعمل protection. لقد انتهى. سأذهب. extract. بسم الله. هذا البرنامج. نكتب الفايل هنا. درايفر. بلند فايل. اوكي. هذا الايميل وهذا السريع. هذا ما يهمك. الله اكبر. تختار الفيرجن، نختار فرنس. فرنس
هنا اتركها، اعمل انستالاشن. بعد ان انتهت السيت اب الان نرى هل ممكن ان نعمل له الكراك ام لا. ندخل هنا عندنا الايميل، سنختار دولة فرنش مثلا. فيرشن برو، الايميل هو هذا. ساقطع الانترنت لكي لا يرسل ايميل مثلا. اي ابلكيشن تريد ان تعمل لها كراك من الممكن ان ترسل يعني مسج للشركة. اقطع الانترنت، بعدها خذ هذه الاشياء، ضع الايميل، ضع الكود اكتيفيشن. نوفو ريميرسيون دافوار اشتي سنت بلاستر برو. That's it. نقفل. الآن عندنا السند بلاستر، ماذا سنفعل؟ سنذهب للليست الخاصة بنا. أول شيء أعيد الإنترنت الخاصة بي. list and address، يعني انا لم اشتغل به كثيرا لكن عندي فكرة عنه. يعني نعمل هذه التست ليست، انسى التست ليست، امسحها. 1 2 اوكي. تست ليست تعمل لها نيو، هذه نوفو وهذه المسح تست ليست. نعمل ميكست او نعمل يعني كونتات خاصة بالجيميل التي نريد ان نرسل. اعمل مثلا ميكست سمير، هذا اسمي سمير. نعمل ميكست، نذهب الى final last نختار 500 ايميل. اعمل اكونتات كثيرة لتوصيل، سنرسل الان 500 ايميل. ساختار الميكس، ميكس من هنا. أراقب الدروس التي عندي لأني أضع بعض الطرق التي تسهل عليك العمل. لابد فقط من أن تراقب ما أرسل لك لتفهم ما أفعل. سأزيل هذه 100 إيميل وأعمل 500 الجديدة هنا. أوكي، سنختار من هنا إيميل، سأضع هذه 500 إيميل لأتذكر أن عندي 500. سنرى هل جوجل سيستمر في إرسالها أم لا، لأن جوجل محرك خطير جدا. سأرى كيف أعمل الأبلود لهذه الإيميلات. أعتذر للأصوات التي بالخارج، لكن هناك أطفال صغار يلعبون في الحديقة، الحديقة الخاصة بالمنزل، يعني أطفال أجانب. نذهب إلى الامبورت، نبحث عنها. لا أرى هنا ولا هنا. add list this one هنا. اوكي امبورتيشن، امبورتي دو فيشي تكست وي اجوتي على ليست انسكري. سنختار الميكس، اجوتي هنا في الميكس. هنا نعمل هكذا ونأتي إلى مدى أرسل عملنا سيند سيند كومبين سويفون. تختار شو
just اذهب الى الليست. نذهب الى الليست ونرى هل فعلا اتى بها كلها هنا. اتى بها السوفت وير. نذهب الى كومبوزي مسج. نعمل يعني get $1,000. For free. Okay, اكتب Walmart will pay it for you. لأني قلت له خذ $1,000 يعني مجانا. والمارت هو شركة كبيرة معروفة في كندا وأمريكا. will pay it for you سيدفعها لك. نختار list. join PS want نشوزيغ الموديل. نحن لا نريد موديل او شيء, نريد فقط هذا الكومبين ان نجعله ليس هذا الاخر. سادخل على الايميل ونرى هل فعلا سيرسله لي. سنعمل يعني Why didn't you subscribe? Hi there, I notice your attempts to send the campaign in the lesson. Because you were over. اوكي, هذا يريد ان يبيع الجيماس هذا السوفت وير. نحن لا نهتم بهذا الامر. جيت وونس. اوكي, ساختار الايميل من هنا. الايميل هو هذا الايميل. سنذهب الى السند بلاستر, نعمل له هكذا اللينك يعني لنرى هل اللينك موجود. اتركوني انا هنا بعض اشياء. ايميج اوكي. هنا سنختار الليست. انا لا اعرف من اين ساختاره الان, لكن لاني لم اتعامل مع هذا السوفت وير كثيرا, تعاملت معه مره واحده او اثنتين يعني من مده. ساترك الاشياء كما هي. اعمل هكذا. لأرى ماذا سيفعل. Would you like yes yes where device combination. اوكي, هذا هو الاوفر يعني شغال جيدا. ماذا سنفعل؟ سنرى. يجب ان نسجل هذا في الامبورتي. كنترول سبان.
يعني سيرى هل هذا الايميل فيه سبام ام لا، ليعمل كالكيل دو بوان يعني حساب النقط. بادي يعني هو البادي 2.3 اوكي. قال انه جاست التكست، انسى التكست. انا افكر فقط في كنترول سبام، سنعمل انغوليستري كوم انغوليستري كوم موديل. هذه التمبليتات الموجودة، انا لا اريد كوم موديل، ساعمل جاست يعني تمير. سأعمل وارمرت، سنعمل تيست. سندخل على السيرفر للإرسال. ماذا سأفعل؟ سأدخل على البارامتر configuration ونرى هنا هنا كومبوزيت، هنا انفويي ادرس الكترونيك اوكي. هنا تختار نيكست اكسبيديسيون، هنا الاتيليزي اس ام تي بي يعني هنا سنختار هذا الاول، سنختار سيرفر جوجل خاص بجوجل. قبل كل شيء نختار يعني المهم ان نختار جوجل هو الاول. ساختار الصف يعني الاكونت. اذا تذكرت قلت لك يعني اعمل اكونت واجعله عندك، يعني هذا هو الاكونت الذي عملت انا. ساضعه هنا الاتيليزاتور. تعمل هكذا باسورد. هنا تختار نعمل اس ام تي بي جوجل جيميل لنرى. username gmail smtp password your gmail address smtp server. سنختار هنا يعني الجيميل، هذا هو ال smtp الخاص بجوجل يعني هذا ليس الاول، هذا هذا الاشياء smtp.gmail.com ساكتبه smtp.gmail.com هذا الخاص بالجيميل. إذا رأيته مكتوب هنا يقول لك الباسورد هو الباسورد الخاص بك والسيرفر هو هذا والإرسال SMTP على 587 يعني ممكن ترسلها على 400. هذه TLS، هذه SSL 465. سنرى هنا هل من الممكن أن نضع كل هذه الأشياء أم لا. هنا Pause Enter Message لابد من كم per second، ضع 60 ثانية لترسل الإيميلات، ضع فرق بينه. Pause Entry Block ليس هناك داعي. Message Per Block 50 اوكي. Delay that down to 60 minutes. Connection 2 Redefine Rapid Long. نتركها هكذا. نرى التست هل هناك كونكشن. start command first must start TLS.
اوكي. نسيت هنا ال SSL، هنا انظر SSL نسيته، لهذا لم يرسل. ال SSL هنا هي 465، 465. نعمل تيست ونجرب. بسم الله. يوزر نيم اند باسورد نوت اكسبت لان مور باد كريدنشال. اوكي سنذهب لجوجل ونرى. دقيقة وأعود لكم. سنذهب إلى myaccount.google.com وندخل على security هنا. Critical security phone sign in to Google. Why we can verify your recent security events. Your device. هنا less secure app access. يعني هنا on نعمل تيست كونكتي. الآن هو كونكتي. سنذهب إلى أنفوي هنا الآن. قبل أنفوي نكتب من يرسل. أدريس إلكترونيك دو الإكسبيديسيون. في الديتاي ممكن نذهب إلى أنفوي ونرى هل من الممكن كتابته هنا. أعتذر لطول الدرس لكن أريد فقط أن أساعدكم، هذا كل شيء. يعني ليس لغرض ما، ولكن أريد أن أساعدكم لأن الناس تطلب كيف أعمل بدون رأس مال. إن شاء الله يكون عندك رأس مال، فقط اعمل كما ترى. كومبوزي هذا موجود. انفوي هنا انفو أو اكتب يعني من أرسله. قلنا أن جين هو الذي أرسل. نكتب أنفو نحن ليس أنفو يعني أروباس make money with jane.com مثلا. من الممكن أن تتركها فارغة إن أردت، ليس ضروري أن تكتب الأشياء كاملة. أدريس دو ريبونس سنكتب هذه الأدريس. أوكي نعمل. مرة بوز بير سكند 60 بوز انتر لي بلوك. نعمل فيستي مساج بار بلوك. ماشي مشكل. ديلي داتون 60 كونيكشن 1 ريسي بوز انتر تونتاتيف. اوكي الى هنا نعمل بروند كامل. لا نعمل انفويي. اللي بغي مكون سيد انتري دي antivirus ou firewall sur le PC avant d'envoyer. Ok. Un clé texte du pire dans votre message pour éviter votre soit traité comme spam. Texte pour générer. Là vous donnez texte à la texte. Your license key has disabled على السند لستر. يعني أنت إذا يعني عملت كما أقول لك سترسل يعني الإيميلات. هنا على السكيورتي، هنا على سنرجع على السند لستر.
أنا عندي سوفت وير سيمبلستر في الهارد ديسك الخاص بي. Your license has disabled. المهم رأيتم الطريقة، اعملوا مثلها وإن شاء الله سترسلون إيميلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.